هو عن حال الطريق المؤدي إلى ملعب كربلاء الدولي، والذي من المحتمل أن تقام به بطولة غرب أسيا في الأيام المقبلة، وتضم عدة دول عربية وأجنبية، ومناشدات من الوسط الرياضي والجماهير أن يقوم المسؤولون بعملهم ويجدوا حلاً سريعاً لوضع الشارع وتحسين صورة المدينة والطريق المؤدي إلى الملعب، ولا يبقى بالصورة التي لا تليق لا بالعراق ولا بسمعته الرياضية والتي سنشاهدها الآن. كل الجماهير الرياضية والأخوة المسؤولين سواء في محافظة كربلاء المقدسة أو وزارة الشباب، السيد الوزير، هذا طريق ملعب كربلاء الدولي، هذا الطريق الرئيسي، هذا السايد واحد انبلط بوقت الأستاذ عبد الحسين عبطان، وهذا السايد الثاني الترابي، هذا وضعه زين. احنا بعد عندنا شهر على البطولة، بطولة غرب آسيا، يعني يصير نستضيف منتخبات، واحنا هذا وضع الشارع، هذا الشارع الجزر الوسطية، هذه ذبولها رمض ذاك اليوم وبعدها ما كملت، يعني لا سوولها فد معالجة لا زين. هذا السايد الثاني يبقى هيجي، اني ابن المنطقة واهل المنطقة الله يساعدهم من يصير لعبة، يصير عجة وتراب، وهذا الشارع كله يصير سيارات، ويعني وهو منه انا تراب ورمل، وعندك الحساب. يعني احنا بعد يومين جايبين منتخبات، واللي هي نقول يعني افقرها معيشيا اليمن او سوريا زين، الله شاهد اليمن وسوريا شوارع الملعب مو هيك زين، احنا ليش هيجي؟ وهذا ملعب ودولي، وبعد عندنا بطولة وتحفة معمارية هيك، هذا طريقة، هذا سايد واحد زين. شوف السياج اللي يفصل بين التجاوزات، هاي هم ناس فقرة، لا اللي يقولها حلول لا اللي يقولها بدائل.